آخر شيء، وبتاريخ 29/12/2015 أصدر معاليكم القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن الضوابط وتخصيص القسائم أو سحب القسائم. وبناء على ما سبق زوم رد ثبتها مرة ثانية بس باحترام، واستنادا إلى تعليم معاليكم، تعليمات معاليكم، مو كتبكم مو اجتماعاتكم، تعليمات معاليكم. إذا مجلس الوزراء يقبل تتم المخاطبات حق أجهزته شفويا، أنا أعتقد للأسف ما راح أشوف أنه في إصلاح قادم، وأن وثيقة الإصلاح أعتقد أن الحكومة ذبحتها بيتها، والقرارات الإصلاحية اللي تكلمون عنها ما أعتقد أنها راح تصير، لأن الأشخاص اللي سمو الأمير صاحب السمو عطاهم المسؤولية وأولاهم الأمانة أن يديرون مقدرات ممتلكات البلد والمحافظة عليه قام يديرونها شفوي، وهذا أعتقد لازم نوقف ونشوف. وما تمنيت أنا حقيقة أن أوصل لهالمرحلة هذه، بس لنا بر بالقسم اللي أقسمناه وإحنا أول ما دخلنا، هذا من واجبنا.